Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we will do a general English test for first year secondary English from Al-Mu'asir booklet. هنحل اختبار أولى سنة إنجليزي من المعاصر booklet وبالتالي تابعوه. طيب أول سؤال بيقول if someone you they are trying to do something to surprise, annoy or deceive you. So if someone tricks you, يبقى هنا الإجابة الصحيحة C اللي هي tricks بمعنى يخدع. يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب number two, A is a stick that you burn at one end for light. هي عبارة عن عصا بتقدر إن أنت تشعل فيها النيران في أحد الطرفين عشان تبقى مصدر لل ال 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 الضوء يعني. يبقى دي اسمها torch اللي هي الشعلة. B torch الشعلة الإجابة الصحيحة. Number three, this is there of my website. Just click on it and it will take you there. يبقى this is the link. يبقى B الإجابة الصحيحة. ده اللينك للويب سايت بتاعي واتك عليه عشان تروح هناك. يبقى this is the link. يبقى B الإجابة الصحيحة. طيب number four, the global system is known as GPS. يبقى اسمه ايه؟ Global Positioning System، نظام تحديد المواقع. يبقى B Positioning الإجابة الصحيحة. نظام تحديد المواقع العالمي أو الدولي. يبقى GPS اختصار لـ Global Positioning System. يبقى B الإجابة الصحيحة. طيب number five بيقول Some people that we will not need teachers in the future but I completely disagree with this. بعض الناس بيقول أو بيدعي يبقى argue إن هو يعني عنده argument أو بيقول كذا يعني. يبقى إيه الإجابة الصحيحة؟ يبقى بيدعوا أو بيقولوا إن لن يكون هناك حاجة للمدرسين في المستقبل، لكن أنا أختلف مع هذا الكلام. طيب يبقى إيه الإجابة الصحيحة؟ Number six, the job of a tour guide has a lot of it's rarely boring. يبقى وظيفة المرشد السياحي ايه؟ has a lot of variety. يبقى فيها variety كتير اللي هي سي، وبالتالي ليست مملة boring. يبقى كلمة variety هنا معناها تنوع وأشياء مختلفة. يبقى سي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال number 7 بيقول I am one of the who work here. I am not a manager. يبقى I am one of the employees اللي هي B، أنا أحد الموظفين الذين يعملون هنا ولست المدير. يبقى employees اللي هي B. طيب السؤال رقم 8 بيقول What A I didn't expect the much suspense of this novel. يبقى What A page turner. لما بتلاقي رواية شيقة بيسموها page turner، بتبقى أنت عايز تقلب الصفحات على طول عشان تعرف النهاية أو تصل لنهاية الكتاب أو الرواية. يبقى page turner معناها a thriller or a very interesting book or a very interesting novel. يبقى الإجابة الصحيحة A page turner. وطبعا ده اصطلاح معناه إنه كتاب شيق جدا، بتبقى عايز تقلب الصفحات بسرعة عشان توصل لنهاية هذا الكتاب أو هذه الرواية. طيب سؤال number 9 I will never tell anyone has happened here. What has happened here? ما حدث هنا. يبقى B what الإجابة الصحيحة. طيب number 10 he works for a charity that helps children disabilities. يبقى بيعمل في مؤسسة خيرية بتساعد الأطفال ذوي الإعاقة. يبقى children with disabilities. يبقى A with هي الإجابة الصحيحة. طيب number 11 in Egypt it isn't allowed by law to drive your car on the right. This means that you drive your car on the right. طيب بيقول it is not allowed يبقى you mustn't. طالما حاجة غير مسموحة يبقى you mustn't، على أساس إن هي شيء يمنعه قانون المرور. يبقى لما أقول is not allowed يبقى لازم أقول mustn't drive your car on cask. يبقى mustn't هي الإجابة الصحيحة اللي هي B. طيب number 12 بيقول the government does census، بتعمل إحصاء رسمي للسكان
الحكومة بتجري إجراء إحصاء رسمي للسكان if A يبقى if it needed ولا if needed if needed إذا استلزم الأمر if needed يبقى B كان أصلها if it is needed أوكي فإحنا بنلغي it و is وبعدين نقول if needed بتبقى اختصار ل if it is needed يبقى B الإجابة الصحيحة إذا كان هناك حاجة إلى ذلك يبقى census معناه إحصاء رسمي للسكان وطبعا بي نيدد هنا اف نيدد اذا لزم الامر او اذا كان هناك حاجه الى ذلك يبقى بي الاجابه الصحيحه. طيب السؤال نمبر 13 بيقول لي having I sent it to the manager يبقى having the letter had been having the letter typed اللي هي بي بعد ما كتبت الليتر I sent it to the manager having the letter typed او بعد ما يعني ما طلبت ان هو يكتب بعته للمدير يبقى having the letter typed اللي هي بي I sent it to the manager. طيب السؤال نمبر 14 بيقول the man at the club is my teacher يبقى the man the man you met على طول يبقى الرجل الذي قابلته at the club is my teacher كان اصلها the man whom you met يبقى حذفنا الضمير الوصل هوم وهي بيبقى اسمه ضمير مستتر مفهوم من الكلام الرجل الذي قابلته يا اما اقول the man whom you met او the man you met at the club is my teacher يبقى دي الاجابه الصحيحه طالما ما فيش whom you met هنا قال whom you are met ولا who you met him ولا that met كل ده مش مناسب يبقى اكيد ما فيش غير دي you met اللي كان اصلها whom you met وطبعا ممكن الغي أو يعني لا أذكر هوم اللي هي ضمير الوصل وبتبقى بيبقى اسمه ضمير وصل مستتر مفهوم زي ما هو موجود في العربي يعني ساعات بيلغوا أو بيحذفوا ضمير الوصل بيبقى مفهوم من الكلام يبقى the man you met كان أصلها the man whom you met الرجل اللي أنت قابلته at the club ماله is my teacher هو مدرسي يبقى دي الإجابة الصحيحة زي ما احنا قلنا طيب السؤال 15 Our teacher told us that bees honey يبقى bees make honey دي جملة عادية في المضارع ودي حقيقة إن النحل هو اللي بيصنع العسل يبقى بنخليها في المضارع make يبقى إيه الإجابة الصحيحة إحنا بنتكلم عن حقيقة وبالتالي بنخليها في زمن المضارع البسيط اللي هي إيه هنا make لأن المضارع البسيط أو present simple بيعبر دايما عن حاجتين إما عن حقيقة زي مثلا bees make honey وزي the sun rises from the east أو عادة مثلا I go to school every day I go to my work every day and so on يبقى إذا A الإجابة الصحيحة طيب سؤال 16 بيقول the bus is usually late we for a few minutes الباص دايما بيبقى عادة متأخر we A for a few minutes يبقى We might have to wait ربما احتاجنا ان احنا ننتظر كمان بعض الدقائق لانه دايما بيجي او عادة بيجي متأخر يبقى هنا دي We might have to wait يبقى ده الإجابة الصحيحة طيب نشوف بقى قطعة الريدنج نقرأ مع بعض The average age of the population of many countries is getting older متوسط العمر في دول كتير بيزداد يعني الناس بتبقى متوسط العمر ده بيزداد يعني this means that businesses in those countries must adjust to older customers يعني المحال التجارية يجب ان هي تعدل نفسها ان هي تتعامل مع زبائن كبار في السن in fact many companies are working to respond the special needs of the elderly الشركات بتاخد في اعتبارها ان هي ازاي تتعامل مع احتياجات كبار السن اللي هي the elderly كبار السن. One example of this is the medical industry يعني المجال الطبي. New medicines and technologies are being developed يتم تطوير تكنولوجيات وأدوية جديدة for the health problems of older people عشان تعالج ويعني تعتني بصحة كبار السن. Another business that offers services for the elderly is the tourist industry. وأيضا قطاع السياحة بيقدم خدمات لكبار السن. Many travel agencies offer special trips for groups of older people.
شركات سياحيه بتعمل رحلات لكبار السن، جروبات يعني. And finally, there are many different kinds of products made for the elderly. وهناك منتجات وبضائع مخصصة لكبار السن. These include everything from shoes, زي مثلاً الأحذية, shampoo, or two magazines and furniture, وأيضاً المجلات والأثاث إلى آخره. طيب, in industrialized countries today, بالدول الصناعية, هذه الأيام, many elderly people face the danger of living alone and lonely. في ناس كتير من كبار السن بيقابلوا مشكلة إن هو بقى عايش لوحده وبيبقى حاسس بالوحدة. That leads to the feeling of depression. ده بيؤدي للشعور بالاكتئاب. In the past, older people usually lived with other members of the family. في الماضي كان كبار السن بيعيشوا مع أفراد آخرين من الأسرة. They usually had some responsibilities around the home. بيكون عندهم بعض المسؤوليات يعتنوا بها في البيت. For example, older women could help take care of the children. مثلا النساء كبار السن بيعتنوا بالأطفال أو prepare meals, يساعدوا في إعداد الوجبات. These days, married adults often prefer to live on their own. لكن هذه الأيام المتزوجون صغار السن بيحبوا يعيشوا لوحدهم. Far away from other parents, بعيد عن الآباء. Older people sometimes feel that they do not concern anyone. وأحيانا كبار السن بيشعروا إن هم لا أحد يعتني بهم بالقدر الكافي. طيب, السؤال الأول بيقول medicine industry أو the medical industry develops special for the health problems of older people. يبقى special drugs. هنا drugs بمعنى أدوية. أدوية. تمام؟ يعني medicines. Drugs هنا اللي هي بي معناها medicines أو أدوية لعلاج المشاكل الصحية لكبار السن. طيب, 19, as a result of loneliness, كنتيجة للوحدة, the elderly people in industrial countries, كبار السن في الدول الصناعية, always feel, دايما بيشعروا بإيه؟ depressed, اللي هي بي, يشعروا بالاكتئاب لأنه بيبقى قاعد لوحده ويشعر بالوحدة وبيشعر بهذا الشعور يعني. فالوحدة بتؤدي في الآخر إلى الاكتئاب اللي هي بي depressed, بيشعر أنه هو مكتئب. طيب, number 20, some elderly people feel they are cut off from the world when بيشعر كبار السن ان هم منعزلين عن العالم امتى. They can help their sons, they can't help their sons, they face health problems, their sons and daughters live, yeah, اللي هي C, their sons and daughters live far from them. لما بيعيش ابائهم, لما بيعيش ابنائهم وبناتهم بعيد جدا عنهم, بيشعروا ساعتها بالوحده وبالاكتئاب. طيب, 21, الإيديوم أو الاصطلاح on their own in the passage means معناها alone. On their own يعني لوحدهم بمعنى أو بمفردهم, يبقى A, alone هي الإجابة الصحيحة. كده إحنا خلصنا الجزء بتاع الـ MCQ وجزء اللي هو بتاع الـ reading. فإن شاء الله تابعونا في فيديوهات قادمة نجاوب أيضا اختبارات عامة من المعاصر الأولى ثانوي, فتابعونا.